وسهلا بك. المهرجان هنا ينعرض سنويا في قضاء الكرخة بالتحديد بمدينة شاور، هو مهرجان داعم للنساء. هذا المهرجان هو مهرجان داعم لكل رواد العمل لمديرية السيدة وسلامي إلى كافة مشاهدين الكرام. اليوم الخميس السادس من شهر 11 1401، مدينة الكرخة ومدينة شاور تحديدا، والحمد لله الشاهدون التراث أهلنا الأوليين. الله يا ديرة لي والله يا ريحة أهلنا، ونشكر